السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني وبنكمل بقية الجملة بتاعتنا اللي مليانة معلومات كتيرة جدا. تعلم وعلم طفلك كيف تجمع، كيف تجمع كلمة وتكون جملة. ماشي؟ اليوم الحلقة والله روعة. الحلقة دي اللي أنا بعملها دي والحلقة السابقة اللي قرأت منها كلمتين بس. في الحلقة السابقة قرأت إيه؟ قلت إيه؟ عرفت أقرأ الحاجات دي أنت وأنت ما تكتبليش تاء ياء، لا طبعا أنت يبقى عليها فتحة، أنت هي نفس التاء بس تحتها قصر، مفيش بعدها ياء خالص، مفيش بعدها ياء. قرأت، عرفنا التاء التاء ليه مفتوحة؟ لأن قرأ ليست اسم إنما هي فعل، والفعل لا يجوز به اتصاله بتاء الايه؟ التأنيث، دي اسمها تاء التأنيث، التاء المربوطة دي. يبقى أي كلمة فيها تاء مربوطة على طول من غير ما تبص تعرف إن هي اسم. طب هو الاسم لازم ينتهي بتاء مربوطة بس؟ لا طبعا له أشكال كتيرة. يبقى الفعل لو انتهى بتاء لابد أن تكون تاء مفتوحة. ما تجيبليش في التعليق وتكتب لي قرأته وتكتب لي التاء دي. ماشي؟ طيب خلاص نخش على الكلمة اللي بعدها. ونقول إيه؟ بيقول لي إيه؟ إحنا طبعا قدرنا الحلقة اللي فاتت ان احنا نقسم الكلمة، وقلنا ما ينفعش تقرأ الكلمة كده على بعضها، قرأت ما شاء لا لا خالص، تجمع مش هتفهمها، طفى لك مش هتفهم حاجة، هقرا دي طفى لك ايه، طفى لك دي كيف ايه كيف، مش هتنفع، ماشي مش هتنفع خالص، وهتقرأها كلها مفتوحة وده ما تنفعش. أمال إيه؟ ببدأ أقطع الكلمة أجزأها أجزاء، ثلاث أجزاء عندي في الكلمة، ثلاث أجزاء. إيه أول جزء؟ يقرأ الساكن مع اللي قبله، يعني الحرف الساكن أنطقه مع الحرف اللي قبله في مقطع صوتي واحد وهنتكلم فيه دلوقتي حالا كتير يعني. ويقرأ المد مع الممدود، المد لو في مد ينطق مع الممدود، لو كلمة فيها مد زي ايه؟ كلمة دي مثلا ها؟ الكلمة دي اسمها ايه؟ فين المد اللي هنا؟ مفيش مد يا استاذ، لا في مد طبعا، في مد بالالف اهو، يعني ايه مد بالالف؟ مد الالف ما عليهوش همزة اهو وجاي في نص الكلمة. طب ما ممكن يكون القاف دي زياده يا استاذ. يا راجل هي الحروف الزياده، انا قلت فيها حرف القاف؟ لا، الحروف الزائده هي ايه؟ ركز معايا كويس جدا، حلقه في منتهى الروعه والله اقسم بالله. الحروف الزائده اللي بتيجي في بدايه الكلمه، دائما الحروف الزائده بتيجي في بدايه الكلمه، اما اللي في نهايه الكلمه الزائده اسمها ضمائر. ركز، الحروف الزائده حرف الباء ودايما وحرف الكاف وحرف الفاء وحرف الواو. ركز معايا، ناخده هنا بالاول كده، وحرف اللام. حرف اللام اذا جاء زائد بيبقى مكسور، الباء اذا جت زائده مكسوره، الكاف مفتوح، الفاء مفتوحه، الواو مفتوحه. دول حروف بتيجي زائدة عن الكلمة، يعني بتيجي في أول الكلمة، وحرف زائد يعني إيه؟ يعني أنا لو شلته ما أثرش على الكلمة. أنا بقول إيه؟ اشتريت هذا القلم لابنتي، لي، لابنتي. طب لو شلت اللام اللي هي اللي ديت، ها؟ هي ابنتي. ابنتي ما اتغيرتش، وصلك؟ ماشي؟ كتبته بالقلم، بي أهي، بقى مكسورة. بالقلم. طب لو شلت الباء، القلم ما اتغيرش. كالأسد، كالأسد هجم الجندي على العدو كالأسد. طب لو شلت الكاف، الأسد ما اتغيرتش الكلمه. ماشي؟ امال امتى تتغير؟ زي دي بقى، قال يعني تحدث، قال. طب هنفترض بقى ان القاف دي اصلا زائده، وده طبعا غلط، يعني المفروض ان انا اشيلها، ها؟ اسمها ايه دي بقى؟ ال ده انت غيرت معنى الكلمه خالص،
بيقول لك قال محمد، تقول لي قال محمد قال؟ لا طبعا. عرفت؟ يبقى الحرف الزائد لو اتشال من الكلمه ما ياثرش على الكلمه نهائي نهائي. خلاص تمام. والحروف الزائده اهم، الباء والكاف والفاء والواو واللام، واللام دايما تيجي مكسوره. للعلم، لانه، ليه دايما مكسوره، والباء ماشي دايما مكسوره، والكاف دايما مفتوحه. كلهم، كل كل كل. طب ما هي يا استاذ ده مضمومه. لا ما هي الكاف مش زائده لان جايه مضمومه، هو اصلا كلمه اسمها ايه؟ كل. هم دي ضمير، امال لازم تيجي مفتوحه. كالاسد، كالصقر، كالرجل، ها، فا، فالورده، فالفراشه، فالبنت، و و كثيره بقى، والرجل والبنت والعلم والطفل، وكتير خالص. دي الحروف الزائده، خد بالك منها كويس جدا واكتبها واعرفها كويس جدا بحركاتها. تمام. هنيجي هنا، احنا قرانا انت او انت، قرات او قراتي. ناخد الكلمه دي بقى، الجيم والزين. ايوه ده الزين عليها سكون يا استاذ، حلو. يبقى اقراهم الاثنين مع بعض في مقطع صوتي واحد. يعني ايه مقطع صوتي واحد؟ يعني انطق الجيم كامله نطقا كاملا، هي على ضمه تبقى اسمها جو كامله كده. اما الزين ما انطقش، ما انطقش زا ولا زي ولا زو، انطق جزء منها. اقول ايه؟ جز جز، ما قلتش جو زا. شفت بقى؟ جو زا، يبقى انا كملته وغلط وكده نطقتها على مقطعين. جو زا، انما قلت ايه؟ جز جز جز. ده الحرف الساكن دخل في قلب الجيم، ما اقدرش افصله، زي الشاي بالحليب كده بالظبط. اعمل لحضرتك كده كوبايه شاي بالحليب وانت بتتفرج كده وانت قاعد تستمع، وقلبها وحاول بعد كده تفصل الشاي عن الحليب. استحاله، خلاص شكرا. اهو الساكن مع اللي قبله زي الشاي بالحليب، زي الجنين في بطن الام، استحاله يفارقها لما ينزل. ها، جز جز. التنوين ينطق وحده. تنوين ازاي يا استاذ؟ اي حاجه عليها فتحتين تبقى تنوين، كسرتين تبقى تنوين، ضمتين تبقى تنوين. يعني ايه تنوين؟ يعني اقرا الحرف واقرا بعديه حرف النون. هو فين النون؟ ما فيش نون اصلا. تقرا ولا تكتب ولا تكتب. من ضمن الحروف التي تقرا ولا تكتب تنوين. تنوين بقى بالفتحه، تنوين بالكسره، تنوين بالضم. طيب يا استاذ، طب هقرا ازاي؟ اقول ايه؟ جزء، مش دي الف، دي الف، الهمزه دي الف، الف صريحه كده، الف زي الالف كده بالظبط. ها، صريحه ماشي. ها، يبقى دي على فتحه تبقى ايه؟ الف على فتحه تبقى ايه؟ طب هقولها ازاي بقى؟ اقول ايه؟ ان ان. يبقى جزء ان، جزء ان. وهنتكلم حالا دلوقتي ليه الالف ده، امال هقراه ازاي اللي بعدها دي؟ جزء ان، ليه عملت الف او هقراه ازاي؟ هنتكلم في حالا. ها، يبقى اسمها ايه؟ جزء ان، جزء ان. تمام؟ ها، ساكن مع اللي قبله، جاهزه. حرفين اتنين، اصلا حرفين. ها، من من من، والى وعن وعلى والحاجات، وهو وهي وانت وانتم وانتما، وحيث وحيثما، ها، وكله وكلكم. كل الكلمات دي انا عاملها في حلقتين اتنين، اسمها كلمات لابد من معرفتها. يا ريت حضرتك تدخل على الحلقات دي وتقرا الكلمات دي وتكتبها، ويا ريت تحفظها. وانت وانت وانتما وانتم، كتير من الكلمات اللي بتقابلنا كتير في قلب الجمل ما نقدرش نستغنى عنها. اهي، ادي كلمه من الكلمات اللي مكتوبه، وادي كلمه من الكلمات المكتوبه، كلمتين اتنين في جمله واحده. دي اسمها ايه بقى؟ مي. الميم تنطق كامله بس مكسوره، اهي مي، ما اقولش مي واقف، اقول ايه؟ من 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 من. زي ايه؟ شد شد شد. ها، جر جر جر. طب لو جري بقى اقول ايه؟ فر فر، ما اقولش فارا بقى، فار، لا ما ينفعش، فر ماشي. شد ماشي، بص. تمام. من، ها،
ناخد الكلمة الأخيرة. الحلقات بتعبني جدا، صوتي بيروح مني، بس الحمد لله رب العالمين أنا ببقى سعيد جدا جدا معاكم. الألف ولام، أيوة ده اللام عليها سكون. ركز بقى معايا، ركز معايا كويس جدا. أي كلمة أولها ألف ولام مش هنطق الألف واللام خالص إلا ما أشوف الحرف اللي بعد اللام. لو الحرف اللي بعد اللام ما عليهوش شدة، شدة زي دي يا حبيب قلبي. لو الحرف اللي بعد اللام ما عليهوش شدة يبقى هقرأ الألف واللام مع بعض. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني لو الحرف اللي بعد اللام عليه شدة مش هقرأ اللام أصلا، هقرأ الألف وأقرأ الحرف. وبالشكل ده بقت الكلمة لام شمسية، لأن اللام الشمسية تكتب ولا تنطق، أكتبها بس ما أنطقهاش. ولما تيجي كلمات فيها لام شمسية هتقابلنا كتير طبعا في الجمل، هنشرح تاني اللام شمسية وهظبط لكم الدنيا بفضل الله ولا تاخد أمركم. طب الكلمة دي ما فيهاش شد، الحرف ده ما فيهوش شد، حرف القاف، يبقى الكلمة لام قمرية. يعني إيه لام قمرية؟ يعني هنطق الألف واللام زي ما أنا بنطق أي حرف الساكن مع اللام. أقول إيه؟ ال ال أهي. طب القاف وراها حرف ساكن؟ أيوة، يبقى انطقهم مع بعض. قر 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 قر، ما أقولش قورا، قر حرف مقطع مخرج واحد، قر مقطع صوتي واحد، قر يبقى ال قر. ما اقولش ال قر، لا لا خالص، انطق دي لوحدها ودي لوحدها وابدا اجمعهم الاثنين. لو نطقت دول وكملت على طول بعدها يبقى انا عمال بقى بعك، معلش انا اسف التعبير. قدامك المائده ما شاء الله جميله خالص، وفيها اطباق، فيها مجموعه اطباق جميله وفيها اكل جميل، ما بشيلش انا الطبق كله كده احطه على فمي، لا طبعا، او على تمي، لا طبعا، باخد منه ملعقه ملعقه واحده واحده، برضو الكلمه اجزاها واخدها جزء جزء وبعد كده اجمعهم، لان انا لما اكل ملعقه ملعقه ما انا جمعت برضو خمس ملاعق عشر ملاعق، جمعتهم برضو، انا برضو باخدها جزء جزء واجمعها، يبقى انا جمعت الكلمه. ها يبقى ايه؟ ال. طب نطقت اللام ليه؟ لان الحرف اللي بعد اللام ما عليهوش شد، لو عليه شد مش هنطق اللام، وهتيجي كلمات كتيرة وأصبحت كده. يبقى اللام هنا لام إيه؟ لام قمرية، لأن الحرف اللي بعد اللام ما عليهوش شد. طب أنا هعرف إزاي يا أستاذ؟ طب أعرف حروف اللام الشمسية، عندي حلقة عن حروف اللام الشمسية، كذا حلقة، ادخل كده وشوف حروف اللام الشمسية. لما تعرف حروف اللام الشمسية هتعرف إن الحروف اللي بعدها غيرها لام قمرية على طول، لأن الحروف أصلا كلها 28 حرف، 14 لام شمسية و14 لام قمرية. شكرا. يبقى لما اعرف الشمسية بقيت الحروف قمرية خلاص. ها والحرف، اعرف الحرف القمري ازاي؟ مجرد ما اشوفه كده ما عليهوش شد خلاص يبقى قمري، قمري يعني اقرأ الالف واللام. ها يبقى ال قر، امال دي ايه دي يا استاذ؟ ده اول مرة اشوف الف بالشكل ده. الالف ده يا حبيب قلبي مش احنا عندنا مد؟ مش احنا عندنا مد؟ المد عندنا كم نوع؟ كم شكل؟ مد بالالف، ومد بالياء، ومد بالواو. صح تمام. المد اللي بالالف الحرف ما بقاش عليه همز، الالف المد ما عليهوش همز، تمام. طيب يبقى لما اجي اقول الباء دي، الباء دي حرف الباء ده اهو، هاجي امده بالالف يبقى مفتوح، قول باء، هاجي امده بالياء، ها بي، هاجي امده بالواو، ها بو بو، شوف طولت ازاي، بو حركه طويله، وهنا بي مد بالياء لان الحرف اللي قبلها مكسور، هنا با. طب يا استاذ انت بدات بالباء، بالباء ليه؟ هو الالف ما بيتمدش؟ برافو عليك، الالف نفسه بيتمد، مش اول حاجه في الحروف اللي جايه حرف الالف، الالف بيتمد. بيتمد ازاي يا استاذ؟ هقول لك بيتمد ازاي. نشيله كده بقى، نشيل الباء دي ونحط الحرف الالف. الحلقه دي جميله جدا جدا وممتعه. اهي الف اهو، وعليه فتحه، والف والف،
ركز معايا هننطق ده ألف وراه مد. إيه ألف وراه مد دي؟ أول مرة نشوفه. برافو عليك. هو أنا لما قلت باء قلت باء ولا قلت باء؟ باء. تمام، طولت حركة طويلة. طب والألف؟ ها اللي هو الآ دي؟ لا ايه ده طويله قوي كده ليه يا استاذ؟ طب هيبقى بالشكل ده؟ لا، علماء اللغه قال لك ايه؟ قال لك يا استاذ ما ينفعش بالشكل ده. امال ينفع ازاي يا استاذ؟ قال لي بندمجهم الاثنين مع بعض، الالف ده مع الالف المد بتاعه، ونعمل له العلامه دي بقى الف واحد، والعلامه دي اللي علامه زي عامله زي الموجه بتاع البحر. يبقى لما اشوف الالف عليه العلامه دي اعرف ان هو الف مد بالالف، الف مد بالالف. فانا اقول ايه؟ ما اقولش اقول الله. ماشي؟ يبقى هنا القر يبقى القر ني القر اني انت او انت بقى اهو قرات او قراتي، مفيش فرق. اوعى تكتب لي ياء بعد التاء في انت، خطا. الفرق ما بين انت وانت التاء على فتحه في المذكر والتاء تحتها كسره في المؤنث. انت يبقى التاء تحتها كسره بس مفيش بعدها ياء. قرات هي قرات مفتوحه، طب قراتي مكسور. جزء انا هنتكلم فيها حالا دلوقتي من القرآن. عرفت الالف المد بيجي ازاي؟ تمام. طب هو الف مد بالالف، لو الف مد بالياء هعمل فيه ايه؟ عادي بقى خالص. بقت اسمها ايه؟ ها؟ ايه؟ ها؟ وهنا اوه هكتبها بقى هنا، هكتبها بالشكل ده. ليه؟ لان المد واضح اهو. انما هنا المد مش واضح، اندمجوا مع بعض فادوني الشكل ده. تمام؟ نيجي لكلمة جزءًا. جزءًا دي يا حبيب قلبي احنا قلنا تنوين. والتنوين يعني ايه؟ يعني انا لو شلت النون من الكلمة ما اتغيرتش الكلمة. أنت قرأت جزء من القرآن. شفتها؟ أنت قرأت جزءًا. طب هعرف إن هو تنوين إزاي؟ قدامك فتحتين أهو أو كسرتين. طب المعلم هو اللي بيمليني. هيقول لك إيه؟ جزء ان بينطق حرفين اتنين في الاخر، اخرهم حرف نون عليه سكون. ان اهي ان مش دي اسمها ان؟ ان يبقى جزء ان. قبل ما اكتب ورا المعلم هشيل النون الاول من النطق. انا شلت النون من النطق اهو، بقت اسمها ايه؟ جزء ما اتغيرتش. انت قرات جزء من القران. طيب تمام يا استاذ، يبقى لازم قبل ما اكتب النون اتاكد. قبل ما اكتب النون اتاكد يا حبيبي، وقبل ما اكتب الماده اتاكد بالراحه كده واحده. التنوين دائما ياتي نون في نهايه الكلمه ساكنه على سكون. طب ما هي من يا استاذ اهي، ما هي نون من على نون على سكون اهو. صح، شيلها كده. أنت قرأت جزء مي القرآن؟ يا أستاذ صح، يبقى النون من أصل الكلمة. أنا بحذف الكلمة في النطق ليه؟ عشان أشوف هي من أصل الكلمة ولا مش أصل الكلمة. زي كلمة بن، ما هي النون برضه عليها سكون. بن لو شلت النون بقت الباء على ضمة. بو، هي بو دي كلمة؟ لا، ده حرف. ده إيه؟ حرف. تمام؟ ها؟ طب ليه انا حطيت الف بقى؟ ركز معايا. تنوين الفتحه، اشوف بقى الكاميرا عشان كده الوقت شكله طال. لا الحمد لله هنكمل. تنوين الفتحه، اي كلمه في تنوين الفتحه لازم تنتهي بالف. في تنوين الفتحه بس تنتهي بايه؟ بالف. اي كلمه؟ اي كلمه ما عدا. الا هو في ما عدا؟ ايوه في ما عدا. ما عدا ايه؟ الكلمة التي تنتهي بتاء مربوطة. لو أي كلمة انتهت بتاء مربوطة وأحط عليها تنوين الفتحة، هحط عليها الفتحتين الاتنين بس، ما أحطش بعدها ألف زي ده. والدليل أهي
كلمة تن اهي تاء مربوطة اهي وعلى تاء ام الفتح جملة تن اهي. طيب هنا حطت الف ليه؟ لان ما انتهتش بتاء مربوط انتهت بهمز. بس في حاجة كمان ممكن كلمة تنتهي بهمزة ولا يجوز وضع الالف بعده. ايه ده يا استاذ عرفها ازاي؟ هقول لك حالا اهو احنا خلصنا فصل الايه؟ الشتاء. هنقول شتاء ان ها طالما على تنوين ده اقول ايه؟ ان على طول ان. هنا مش هحط الف رغم ان هي اخرها همزه، وهنا حطيت الف رغم ان الكلمه اخرها همزه. ليه يا استاذ؟ ركز معايا، ده الف واحنا قلنا ده الف، يجوز وضع الفين اتنين لان احنا حطيناهم كمان في الماده اهو صح؟ ضغطناهم دمجناهم مع بعض في الماده اهو تمام، انما لا يجوز وضع الثلاثه الف ورا بعض. هو فين الالف يا استاذ؟ مش ده الف؟ صح؟ وده الف؟ وهعمل كمان الف؟ يبقى ثلاثه الف. يبقى الهمزه اذا انتهت الكلمه بهمزه ومنونه تنوين بالفتحه بس. خد بالك تنوين الكسره والضمه ما بيغيرش اي حاجه في الكلمه زي ما هي، بحط عليها كسرتين او ضمتين بس، والكسرتين بيبقوا تحت والضمتين فوق بس، ما بتغيرش فيها اي حاجه ولا بيزود ولا بينقص. اما تنوين الفتحه هو اللي ايه؟ اي كلمه تنتهي بتاء مربوطه احط عليها التنوين بتاعها بس. طب اذا انتهت بهمزه احط الف اذا كان قبل الهمزه مش مد بالالف. ايوه صح يا استاذ انا كده فهمت. الالف الهمزه هنا قبلها حرف الزين مش مد. هنا بقى الهمزه قبلها مد بالالف يبقى لا يجوز. وصلت؟ طب بقيه الكلمات بقى كلها تتحط بعدها الف. بس ركز في حاجه جميله قوي، التنوين لا ياتي الا مع الاسم. الاسم جميلة كلمة، انما كلمة قرأت فعل، ما ينفعش اقول قرأت ذهبت لعبت او لعبت، لا خالص. يبقى التنوين يأتي في نهاية الكلمة تمام، لا يأتي الا مع الاسم، وتنوين الضمة والكسرة ما بيغيرش اي حاجة في الكلمة، تنوين الفتحة بس هو اللي بيضاف الف إذا كان الكلمة لا تنتهي بتاء مربوطة ولا تنتهي بهمزة قبلها مد تمام. وإلى لقاء آخر، وخد بالك من إيه، الحلقة جميلة جدا 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 ماشي. الحلقة بقى الإملاء بتاعتنا كل عام وأنت بخير يا أمي، كل عام وأنت اوعى تغلط بخير يا أمي. ابن فاتح قناة، ابعت لكم الرابط على التعليقات، يا ريت كل واحد يعمل لي تعليق عشان ابعت له الرابط بتاع ابني وابن القناة بتاعته، قناة تعليمية جميلة جدا هتفيدك وتفيد اولادك، وان شاء الله احنا عايزين نشجعه ونوقفه على رجليه كده ويقف ايه حتى ايه يعني يمتعنا بالايه بالحاجات الجميله اللي بيعرضها. واي تواصل معايا 010-211-69941، اتواصل معايا على الواتس او تواصل معايا على الهاتف، وانا تحت امر الجميع. وان شاء الله حلقات مباركه وجيده وجميله جدا هتستمتع بها جدا جدا، الحلقه دي والحلقه اللي قبلها السابقه هما بيكملوا بعض. ولقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.